أما الآن وشباك الفنون، حيث عرض في قصر رام الله الثقافي مسرحية قلنديا رايح جاي للكاتب والمخرج المسرحي فتحي عبد الرحمن ضمن مهرجان فلسطين الوطني للمسرح. ووضع الكاتب عدة مشاكل يعاني منها الفلسطينيون في قالب الكوميديا السوداء. لنتابع. من إمتى ساكنين بهذا البيت؟ سبعة سبعة سبعتاش والفين. أميرة، رشاد ورسمية أفراد أسرة واحدة، وهم أبطال مسرحية قلنديا رايح جاي. الزوج يحمل بطاقة هوية فلسطينية والزوجة تحمل هوية مقدسية. تفضل، مين بدك؟ مين بدك؟ بدي إياكم حضوسك رسمي. مظبوط، أكيد أنت المفتش بالتأمين الوطني. وترفض وزارة الداخلية الإسرائيلية لم شملهما ليتمكنا من السكن معا في القدس. ذكي ذكي. وها هي المسرحية تتناول القضية وتتطرق إلى معاناتهما مع الدوائر الرسمية الإسرائيلية التي تريد إثبات أن رسمية تسكن في رام الله وليس في القدس لتخسر بطاقة هويتها المقدسية. ولأن العائلة تعيش بين القدس ورام الله، فكان تنقلهم عبر حاجز قلنديا سيء الصيت عند الفلسطينيين ضروريا. يعلق كثيرا في أزمات السير الخانقة. كانت مبنية على قصص واقعية، يعني إحنا في كثير من أصدقائنا مقدسيين وفي كثير من أصدقائنا عندهم نفس هاي القصة، ومن عيالنا كمان، يعني من بكون أخوك أختك بيعانوا من نفس هاي المشكلة. فإحنا كثير سمعنا قصص ناس وكثير قعدنا مع ناس طبعا، والأستاذ فتحي هو يعني كان قائم على كتابة النص، وطلعنا في هاي الحبكة. مشاكل أخرى يعاني منها الفلسطينيون تطرقت لها المسرحية، منها إخلاء المستأجرين المحميين من منازل قديمة لبناء عمارات سكنية جديدة في رام الله. هذا خسارة، والأراضي تروح لبناء مستوطنات. وقضية السماسرة الذين يبيعون الأراضي للاحتلال الإسرائيلي. أنا مجرد وسيلة. الكوميديا دائما هي وسيلة للنقد وللتهكم وللسخرية من أجل توصيل قضايا مؤلمة، من أجل توصيل قضايا وطنية وإنسانية. وهذا الشكل يعني اللي احنا بنسميه كوميديا سوداء، يعني هو اسلوب سهل ممتنع. نحن بحاجه الى تجديد في هذا المسرح واستمراريه لكي، وربما هذا المهرجان قد يساهم في خلق ثقافه لدى الهواة لكي يتحولوا الى محترفين، لكي نعود لكي ننافس عربيا. نتمنى ان نعود لكي ننافس عربيا، ولدينا القدره على ذلك. هذه المسرحيه عرضت خلال فعاليات مهرجان فلسطين الوطني للمسرح بنسخته الثانيه، والذي ينظم بالتعاون مع الهيئه العربيه للمسرح في الشارقه. واستعرضت خلال ايام المهرجان انتاجات عده مسارح فلسطينيه، ويطمح ان تزداد هذه الانتاجات في النسخه القادمه كما ونوعا. مسرحية قلنديا رايح جاي واحدة من 10 مسرحيات عرضت خلال مهرجان فلسطين الوطني للمسرح. هذا المهرجان الذي ينظر إليه كمنصة مهمة لعرض إنتاجات المسرح في فلسطين. أحمد جردات، العربي، رام الله. ينضم إلينا من رام الله مخرج مسرحية قلنديا رايح جاي الفلسطيني فتحي عبد الرحمن. أهلا بك سيد فتحي. إذن مسرحية كوميدية تحاكي واقع ومعاناة الفلسطينيين مع حواجز العبور، لو تحدثنا أكثر عنها. أنا ما عندي صوت، مش سامع. سيد فتحي، هل تستمع إلي؟ إذن يبدو أن الضيف غير جاهز، أو نعتذر لهذا العطل التقني. وإلى حين جهوزية الضيف، إذن سنتناول كما ذكرنا في موضوع الفنون مسرحية قلنديا رايح جاي للكاتب والمخرج المسرحي فتحي عبد الرحمن. عرضت في قصر رام الله الثقافي هذه المسرحية ضمن مهرجان فلسطين الوطني للمسرح. ووضع الكاتب عدة مشاكل يعاني منها الفلسطينيون في قالب الكوميديا السوداء، كما تم عرضها خلال المهرجان، أو تم عرض خلال المهرجان 10 مسرحيات أنتجت في فلسطين.
إذن مسرحية قلنديا رايح جاي للمخرج الفلسطيني كما ذكرنا فتحي عبد الرحمن، استطاع عبرها إيصال معاناة المقدسيين اليومية مع واقع الاحتلال. تناولت المسرحية بأسلوب ساخر كوميدي معاناة أهل القدس خلال التنقل عبر حاجز قلنديا العسكري. سيد فتحي عبد الرحمن، هل تستمع إلي؟ نعم، الآن الصوت موصول. إذن أهلا بك مرة أخرى. فضل. كنت قد قلت لك أن مسرحية كوميدية تحاكي واقع ومعاناة الفلسطينيين مع حواجز أو حواجز العبور، يعني لو تحدثنا أكثر عنها. يعني عشرات ومئات الآلاف من الفلسطينيين يعبرون يوميا عن الحواجز الاحتلالية، وحاجز قلنديا واحد من أشهر هذه المعابر التي يقضي عليها الفلسطينيون يوميا ساعات طويلة في ذهابهم وفي عودتهم إلى بيوتهم في مدينة القدس. المشاكل التي تواجه الفلسطينيين على هذا المعبر يعني هي ترمز إلى ما يعنيه الحاجز من احتلال ومن قهر ومن تمييز ومن إساءة لكرامة الفلسطينيين المتمسكين بوجودهم في مدينتهم في مدينة القدس. لكن أيضا هذا الحاجز يمر عنه كثير من الأشخاص اللي قد يتعرض منزلهم للمصادرة أو للهدم، وعشرات أيضا تسحب منهم بطاقات الهوية بسبب إقامتهم أو عدم قدرتهم على إثبات إقامتهم داخل مدينة عبد الرحمن. ما الذي يحمله المشاكل؟ سيد عبد الرحمن عذر عن المقاطعة، ولكن ما الذي يحمله هذا الحاجز من رمزية للفلسطينيين، حاجز قلنديا تحديدا؟ الحاجز هو رمز الاحتلال ببساطة، الحاجز هو يعني قاتل للوقت، الحاجز هو رمز التمييز العنصري، الحاجز هو يعني رمز لفصل المدينة العربية المقدسية يعني عن محيطها العربي. الحاجز هو يعني قاتل الوقت ومسبب الإذلال للفلسطينيين المقدسيين. الحاجز هو يعني رمز لوجود هذا الاحتلال على أرض فلسطين. كيف استطعت هنا إسقاط الواقع المؤلم للفلسطينيين بعمل مسرحي أخذ طابع يعني كوميدي ساخر ومتهكم أيضا لنقول ذلك؟ يعني القضايا الجادة يعني قد يكون والمؤلمة قد يكون معالجتها بالأسلوب الساخر والكوميدي قادر على توصيل هاي المعاناة وعلى توصيل الأفكار يعني النقدية أنجح من توصيلها بشكل مأساوي وبشكل تراجيدي. أنا بعتقد أنه كل فلسطيني يعني تعرض في يوم من الأيام إلى يعني هاي المواقف المؤلمة على حواجز الاحتلال، كما تعرض يعني كثير من الفلسطينيين إلى الاعتقال أو المنع من زيارة أبنائهم داخل المعتقلات، أو تعرض يعني منزله للتهديد بالطرد أو بالنسف أو سحب بطاقة الهوية. هاي القضايا قضايا مؤلمة بالنسبة للأفراد. سؤال أخير، ما الرسالة التي تريد إيصالها من خلال هذه المسرحية؟ أريد أن أقول رغم كل يعني هذه المعاناة اللي بعانوها المقدسيين، لأنه إرادتهم بالصمود والبقاء على أرضهم في مدينتهم ومنازلهم يعني هي إرادة عالية جدا، لأنه من يشاهد كل هذا الألم وكل هذا العذاب اللي اليومي ويبقى صامدا في منزله وتحت كاهل الضرائب الباهظة والتهديد بأشكال مختلفة يعني من فقده لهويته، بعتقد أنه يعني الرسالة تخلق نوع من تفهم وضع القدس والتعاطف مع يعني أهلنا في مدينة القدس. شكرا لك سيد فتحي عبد الرحمن مخرج مسرحية قلنديا رايح جاي، كنت معنا من رام الله.